مشاهدينا، وللمزيد عن مؤتمر التحالف الدولي لمحاربة داعش ينضم إلينا مباشرة من مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن مراسل الحرة رابح فلالي. رابح، ضعنا من فضلك في صورة ما رشح عنه مؤتمر التحالف الدولي لمحاربة داعش. زين، المتوفر حتى الآن في انتظار المؤتمر الصحفي الآخر لوزير الخارجية الأمريكي للإعلان بشكل مفصل عن نتائج هذا المؤتمر الثالث من نوعه في واشنطن، بعد مؤتمر أول سابق كان مخصص لوزراء الدفاع، ثم مؤتمر سابق مخصص لوزراء الخارجية، كان كلاهما كان أمس هنا في واشنطن. كان اليوم كان اللقاء الذي جمع وزراء الدفاع ووزراء الخارجية في وقت واحد وفي مجلس واحد هنا بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، الذي كان واضحا منذ الساعات الأولى لمؤتمري الأمس أن التحالف الدولي وبهذا العدد المسبوق من الدول الأعضاء وبهذا التمثيل على المستوى الوزاري، هناك نوع من الإصرار والتأكيد على أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في الحرب على هذا التنظيم. الإشارات كانت متتالية على أن التحالف الدولي والقوات العراقية تحرز الآن تقدما هائلا ضد التنظيم على الأرض، هناك استعادة ما يقارب 40% من الأراضي داخل العراق، وهناك نسبة 20% من داخل سوريا أيضا بالنسبة للأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم. الذي يمكن الإشارة إليه أيضا أن دول التحالف الآن تعمل على جبهتين فيما رشح من مؤتمري الأمس ومؤتمر اليوم. هناك الجبهة العسكرية التي تتعلق بتحرير الأراضي التي هي تحت سيطرة التنظيم، وهناك جبهة تتعلق بالحاجيات الإنسانية للسكان المتضررين من المواجهات في الأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم، حيث تم الاتفاق في مؤتمر المانحين المخصص للعراق خلال الساعات الماضية، وتجاوز المؤتمر السقف المحدد الذي كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عنه سابقا، وهو سقف المليارين. تجاوز هذا السقف الرقم المطلوب، والذي هو كان استجابة لنداءات سابقة من المنظمات الدولية بأوضاع حوالي 3 ملايين وأكثر من العراقيين الذين هجروا من ديارهم بسبب المواجهات الأخيرة في مدينة الفلوجة. الجزء الآخر زين يتعلق أيضا بالمرحلة رابح، هل لديك معلومة إن كانت هذه منح أم قروض ستردها الحكومة العراقية في المستقبل؟ الذي تم الإعلان عنه من أرقام، هي كانت في شكل المساعدات، أرقام أعلنت عليها أو أعلن عليها وزراء الدول المشاركون في الاجتماع. هناك صيغ مختلفة، هناك مساعدات جميعها سوف تذهب لصندوق مخصص على مستوى الأمم المتحدة بأهداف محددة، كمثلا مساعدة أو تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة. زينة، ربما سيكون من الأهمية الإشارة إلى أن التقرير الأممي الذي حرك هذه المبادرات الدولية وصف بأن هذه العائلات المتضررة أو هؤلاء اللاجئون المتضررون بحاجة إلى مساعدات منقذة للحياة، أي أن الوضع هناك مأساوي. حتى الكلمات الافتتاحية التي ألقيت أمس في اجتماع الدول المانحة هنا بمقر وزارة الخارجية أشارت وكررت وشددت في الوقت ذاته على أن الوضع الإنساني في العراق لهؤلاء الملايين من اللاجئين بحاجة إلى تدخل دولي عاجل. إذن المسألة تتعلق الآن بصيغ مختلفة، ولكن الجميع خرج من هذا المؤتمر بنوع من الراحة على أساس أن الرقم الذي حددته الولايات المتحدة بمساعدة المنظمات الدولية هو رقم تحقق، وتحقق ما هو أكثر منه وبكثير أيضا. طيب رابح، ماذا عن التساؤلات التي طرحها سابقا وزير الخارجية الفرنسي عما إذا كانت تركيا ستكون شريك حقيقي في الحرب ضد داعش أم لا بسبب استمرار تدفق المسلحين عبر أراضيها؟ هل تمت مناقشة هذا الموضوع؟ هل طرحها وزير الخارجية الفرنسي حتى اللحظة؟ على مستوى علني لم يتم التطرق الى هذه التفاصيل، على الاقل في الجزء العلني من اعمال المؤتمرات الثلاثه، لكن كان هناك حديث سابق هنا في العاصمه واشنطن في الساعات الماضيه من مساء امس، هل سيلتزم وزيرا الدفاع والخارجيه التركيين بحضور
بحضور جلسات اليوم الثاني. هناك بعض المصادر تحدثت على أن لديهما من الالتزامات ما هو كثير في بلدهما، وهم ملتزمان بالوضع الحالي الخاص الذي تعيشه تركيا في الوقت الآخر. لكن على مستوى إشارة أخرى يمكن يجدر التنويه بها، وهو إعلان المصدر مسؤول في الحكومة الفرنسية على أن الأيام القادمة سوف تشهد عمل أمريكي فرنسي مشترك في مدينة الموصل. إشارة سابقة أيضا من مسؤولين عراقيين يزورون الآن واشنطن في الوقت الحاضر ويشاركون في المؤتمرات الثلاثة، وزيرية الدفاع والخارجية، أشاروا أيضا إلى أن المعركة القادمة سوف تكون في الموصل. فهناك على الأقل ما هو طاغي حتى الآن زينة، هو التركيز على الجوانب التي سوف تحقق المزيد من الأراضي المحررة، وسوف تدحر التنظيم وتعيده إلى حجمه الطبيعي في المناطق التي تخضع لسيطرته حتى الآن على الأقل. نعم، كنت معي مباشرة من مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن مراسل الحرة رابح فلالي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.